ننتقل سيدات وسادة إلى هذا العنوان في محافظة قنا. استهل دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ورفيق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا زيارته لمحافظة قنا بمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بقرية بركة التابعة لمركز نجح حمادي، وذلك في إطار سلسلة جولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية. تفقد وزير الصحة ومحافظ قنا العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة والأطفال والباطنة وفحص كبار السن والتوعية والتثقيف الصحي، واطمأن على وجود الفرق الطبية وتوفر جميع الأدوات والمستلزمات الطبية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على مقر المبادرة بالجودة اللازمة، وتابع معدلات التردد على العيادات المختلفة، واستمع إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم. وأشاد وزير الصحة بمؤشرات الأداء لمبادرة 100 يوم صحة بمحافظة قنا. التفاصيل مع الزميل محمد همام. ضمن جولته الميدانية لمحافظة قنا لتفقد عددا من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالتفقد القوافل الطبية لحملة 100 مليون صحة بقريتي بركة والحمدية بنجح حمادي. ثم استكمل الوزير جولته بالمرور على أعمال تطوير مستشفى نجح حمادي العام، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير. كما تفقد الوزير وحدة طب الأسرة بقرية فاو بحري ونقطة إسعاف دسنة وأعمال التطوير والإحلال بمستشفى دسنة المركزي ضمن مبادرة حياة كريمة، إضافة إلى متابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى قنا العام. وضمن خطوات الوزارة المتخذة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة قنا، قام الوزير والمحافظ بوضع حجر الأساس لمستشفى الرمد التخصصي والتي تأتي بتبرع من آل المرزوق بدولة الكويت الشقيق. واختتم الوزير جولته بتفقد مركز أورام قنا، ثم عقد اجتماعا مغلقا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة الوضع الصحي والمشروعات الجديدة والاستعداد لدخول المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل. طبعا محافظة قنا محافظة في قلب صعيد مصر ومحافظة من المحافظات الهامة جدا، 3.5 مليون مواطن. دعوة كريمة من سيادة المحافظ الحقيقة بيدعم قطاع الصحة بشكل كبير جدا على مستوى المحافظة. زرنا أولا 100 يوم صحة، حبينا نطمئن على معدلات الأداء في 100 يوم صحة. النهاردة قربنا من حوالي 20-21 يوم منذ انطلقت هذه المبادرة على في ربوع مصر بالكامل. وصلنا النهاردة لحوالي 9,200,000 مواطن استفادوا من هذه الخدمة، في حدود 420,000 خدمة بتقدم على مدار اليوم الواحد، من أول بقى كشف المبادرات الرئيسية، كشف للأم والجنين، ضعف السمع وعلاج فقدان السمع، مرورا بصحة المرأة، بالاعتلال الكلوي، بالكشف المبكر على الأورام، ب 100 مليون صحة بكل ما تحتويه من مبادرات، وأيضا بالتطعيمات والقوافل العلاجية والتردد على العيادات المتنقلة. إذن كان مهم جدا من خلال زيارتنا القريتين من خلال الجولة ان احنا نطمئن على تقدم العمل، وبننتقل من قرية لقرية بعد ما ننتهي من كل الاجراءات اللي احنا بنحبها، وايضا بنصل الى قرارات علاج نفقد الدولة وقوائم الانتظار. بنقدر ايضا ان احنا نصل باي مريض يتم اكتشافه من خلال 100 يوم صحة ان احنا نصل معاه الى المستشفى وننتهي بهذا الامر بعلاجه بشكل متكامل. اذا دي كانت جزء كبير من الزيارة. ايضا زرنا بعض المشاريع الهامة جدا على مستوى محافظة قنا، على سبيل المثال بنتكلم على مستشفى نجح حمادي ومستشفى دشنة ومستشفى الأوراق وأورام اللي احنا موجودين فيها النهاردة ودلوقتي، وأيضا شفنا المستشفى قنا العام وبوتشت، وإن شاء الله كمان في بعض الزيارات أخرى في محافظة الأقصر. لكن احنا بنطمئن على انتهاء من مشاريع ضخمة جدا إن شاء الله مع نهاية هذا العام تخش الثلاث مستشفيات دول الخدمة، يعملوا نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة لمحافظة قنا بالكامل مع حياة كريمة ومع الوحدات الصحية اللي احنا ايضا تفقدناها. ده هيعمل المنظومة متكاملة تستعد محافظة قنا في هذا التوقيت لدخول في مرحلة قادمة من منظومة التأمين الصحي الشامل. وخلال جولته التفقدية لمحافظة قنا، بعث وزير الصحة والسكان برسالة طمأنة بشأن الوضع الصحي بقرية العليقات بمركز قوس جنوب محافظة قنا. الحقيقة مع التواصل مع سيادة المحافظ ومن خلال قطاعات الطب الوقائي والطب العلاجي في الوزارة، احنا كنا يعني من أول الأيام موجودين هناك. الموضوع مطمئن جدا أولا لأن احنا خدنا عينات من المياه وخدنا عينات من الصرف وخدنا عينات أيضا من أي يرقات موجودة في نقلات الأمراض، وخدنا عينات من المرضى. احنا دخلنا على حوالي 68
المواطن، والامور كلها مستقره جدا. الاعراض اعراض بسيطه من ارتفاع درجه الحراره، تكسير، صداع، بعض الالام في العضلات وفي العظام، ودي كلها تتماشى مع اي امراض فيروسيه، وده متوقع في خلال الفتره فتره الحر وفتره التغيرات المناخيه اللي موجوده دهيت. فاحنا طبعا بنتابع هذا الموضوع، بعتنا كل التحاليل الى المعامل المركزيه، بنتابع اللي عندهم الاعراض، كل اعراضهم مستقره وبسيطه خالص، وبتاخد من 3 ايام لخمس ايام وبتختفي. اما ان احنا نصل الى ايه هو الاسباب، طبعا الاسباب دهيت بتاخد وقت عشان نقدر نصل إليه، لكن كل الاحتمالات وارده، ما عندناش اي الم من اي حاجه، لان اي كانت الاحتمالات، احنا تعرضنا لجائحه كورونا اللي كانت يعني جائحه عالميه، فبالتالي احنا بنطمن اهالينا ان ما فيش اي حاجه معديه، ما فيش اي حاجه تؤدي الى هذا الذعر ولا الهلع. احنا بنتكلم على عشرات المتبقي دلوقتي، عشرات من الحالات، وليس بالاعداد الكبيره اللي احنا ممكن نبقى قلقانين منها، وتحت السيطره، وكلها حالات لا تستدعي حتى دخول المستشفيات او بتحتاج علاج يعني من عنايه مركزه او ما شابه ذلك، كلها مخفضات حراره. لان حتى لو اعتبرنا ان هذا هي نوع من انواع الحمى، فلا يوجد علاج في الحالات الحمى اللي من هذا النوع، الحمى الفيروسيه اللي من هذا النوع، اكتر من مخفضات حراره ومسكنات الام وراحه، وينتهي الامر بعد مرور من 7 إلى 10 أيام من الاعراض بتنتهي تماما، ولا يوجد خوف من انتقال العدوى من شخص لشخص. طبعا كان من ضمن زياره معالي وزير الصحه النهارده وضع حجر اساس لمستشفى الرمد، واحنا كلنا في محافظتنا كنا فعلا في امس الحاجه لمثل هذه المستشفى لعدم وجود مستشفى متخصصه للرمد. طبعا احنا بنشكر المتبرعين من اهل المرزوق من دوله الكويت اللي هم الحقيقه ليهم مشاريع ضخمه جدا في محافظتنا، فبقدم لهم كل الشكر على دعمهم لينا في مثل هذه المشاريع، وان شاء الله المستشفى يبدا بالعمل فيها والبناء، وتخلص ان شاء الله تبقى اضافه من ضمن الاضافات اللي موجوده في ملف الصحي في محافظتنا. أعزائي المشاهدين، تابعنا لكم الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمحافظة قنا، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. كنت معكم محمد همام، أخبار طيبة.